هنقول السلطه حالا. محتاجين بتنجانه رومي مشويه، فلفل رومي احمر مشوي، فص ثوم، ليمون، علبتين زبادي، زيت زيتون، سماق، نعناع، بابريكا وملح. لو اخدتوا بالكم هتلاقوا ان الموضوع في الاكلات احنا شاركنا كل التوابل دي في تقريبا في كل حاجه، حبه سماق، حبه بابريكا، فص الثوم، اللي هي الحاجات دي. هم كمان عندهم التشيلي فليكس دي اللي هي الفلفل الاحمر الخشن، انواع واشكال. يعني مثلا في هوريكم، في الحامي وفي اللي مش حامي خالص كده، باين عايزه اوريه الفليكس اهي. ودي عايزه اقول لكم ان احنا سهل قوي ان احنا نعملها، هنعملها مع بعض مره، التشيلي فليكس بانواعها، باي نوع فلفل احمر احنا بنحبه، اي نوع. في بقى انواع بارده جميله، وفي ادي في نوع تاني اهو عليه خلطه، عليه شويه زعتر وعليه شويه حركات. الحاجات دي انا دول كنت جايباهم من هناك، فهنعملهم مع بعض الخلطات دي علشان تدي نفس نكهه المطبخ بتاعهم. انا جايبه اوريهولكم بس مش هستخدمهم. يلا هنشتغل باللي عندنا، هنشتغل بالبابريكا، والبابريكا زي الفل وبتطلع نفس الطعم. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل كده البتنجانه المشويه بتاعتنا الظريفه بتاعت البابا غنوج العاديه خالص. انا عايزه، لا هلبس الجلوفز برضو، انا بحبه خشن. لو حد حابب يحطه على يحطه في الخلاط او يحطه في الكبه تمام. انا بحب قوي البتنجان احس بطعمه. عملت كده البتنجان. الفلفل المشوي ده بقى ده اختراع، شويناه كده وقشرناه وهيدي نكهه خطيره. استنوا بقى اوريكم. ده فلفل مشوي زيه زي البتنجان كده، واول ما بيتشوي بناخد بس اللحم بتاعه وبنرمي القشره زيها زي ايه البتنجان بتاع البابا غنوج. اوكي ده هيدينا طعم هايل دلوقتي مع السلطه دي. اوكي بصوا عملنا كده، هنبتدي بقى ايه نتبل. طبعا لو حابين قرن فلفل كمان حامي هيبقى حلو قوي. نبتدي نتبل. هنحط لهم بابريكا زي ما احنا شايفين، نعناع كده، وسماق نفس التوابل بتاعتنا، الخلطة التركي، والليمون، والزبادي. واو الزبادي ده بقى اهم من كل حاجة. بصوا الطعم كله هنا مع الليمون والزبادي والنعناع. عايزين نحط شوية من الملح والفلفل كده، لازم يتبل كويس قوي بالملح والفلفل. سلطه سهله وجميله. النهارده بقى اهو عملت سلطه البتنجان زي ما انتم شايفين، وحطيت في الاخر بس زيت زيتون عشان نجرنش، وشويه من السماق على شويه من النعناع كده، وحبه بابريكا يدونا لون، وفلفلايه مشويه نلمعها سنة بسنة زيت زيتون، وكده نبقى خلصنا السلطة. طيب